الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا اللقاء اليوم معنون له بعنوان دعوتنا بين الغلو والتفريط، فيتضمن هذا العنوان ثلاث أمور. الأمر الأول، دعوتنا، والثاني الغلو، والثالث التفريط. فأولا نقول دعوتنا، نعني بها الدعوة السلفية، وكلمة السلفية أصلها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وما اتفق عليه علماء الأمة من أصحاب القرون المفضلة ومن تبعهم بإحسان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وأهل السنة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ديل هم السلفيون، لأن السلفية ليست بالإدعاء. السلفية ما هي إدعاء، إنما هي حقيقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان. فإذن لما نقول دعوتنا، دعوتنا قائمة على هذا. قال تبارك وتعالى في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: أدعو إلى الله أي أدعو إلى التوحيد. أدعو إلى الله
أدعو العباد أن يفردوا الله تبارك وتعالى بالتوحيد، كما قال سبحانه وتعالى: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي أدعو إلى التوحيد. قال: على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني. العلماء قالوا: أنا ومن اتبعني لها تقديران. التقدير الأول: أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله. التقدير الثاني: أنا ومن اتبعني على بصيرة. وكلا المعنيين صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة، ومن تبعه يدعو إلى الله على بصيرة. ولذلك يا أخواننا، لما نقول دعوتنا، ما بنعني بها دعوة اجتمع عليها مشايخ في السودان، ولا دعاة في الحاج يوسف، ولا دعاة في غيره من المناطق، ولا دعاة في السعودية، ولا دعاة في مصر، ولا في العراق، ولا في غيره. لما نقول دعوتنا، نعني بها الدعوة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وسلف الأمة. هذه الدعوة التي أوجب الله على الناس الدعوة إليها والعمل بمقتضاها والالتزام بها. لأنه يا أخواننا، دعوة الإسلام لا تنسب لشخص بعينه من علماء الدين. ما بنقول دي دعوة ابن تيمية، ولا دعوة محمد بن عبد الوهاب، ولا دعوة ابن القيم، ولا دعوة فلان ممن هم من علماء الدين. كثير من الناس الليلة يخطئ، يقول لك نحن على الدعوة الوهابية، وإن كان الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب إمام مجد علم من أعلام الدين الإسلامي، ولكن الدعوة لا تنسب إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، إنما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة لا تنسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان علما جبلا حمرا بحرا في علوم الدين، لكن لا تنسب إليه دعوة الإسلام، إنما تنسب الدعوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني. فشيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب والعلماء المصلحين في الأمة هم تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نأخذ عن رسول الله ونتعلم من العلماء ونسترشد بسيرتهم، لأن سيرة كانت على الكتاب والسنة، لكن نحن لا ننتسب إلى شخص بعينه أبداً، إنما ننتسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، ومن هنا نقول يا أخواننا، دعوتنا معناه طوال البيج لذهنك شنو؟ الكتاب، القرآن. البيج لذهنك السنة. البيج لذهنك ما كان عليه السلف، حتى ما أثر عن السلف، ما كل ما نقل عن السلف يا أخواننا يعتبر قدوة لنا، أعني من المقالات أو من الأفعال أو من الأقوال، إنما
نأخذ من أقوال السلف كما قال العلامة ابن ابن أبي العز الحنفي قال فما اتفقوا عليه فتمسك به. يعني أي قول عم عند السلف اتفقوا عليه إذن ده منهج لنا. قال وما اختلفوا فيه ننظر في أدلتهم. أول ما يقول لك المسألة دي يختلف فيها العلماء أنت ما تبقي زي هلال المريخ، أنا مع الصنف اللي جاي من العلماء، أنا مع عادل، أنا مع الشيخ الفلان، لا، ما اختلف فيه العلماء ننظر في أدلتهم، ما كان معه دليل صحيح صريح في المسألة خلاص يبقى الحق معه. طيب يا أخواننا دعوتنا لها معالم، من أعظم معالمها البداءة بالتوحيد والتركيز عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد 27 قال لما سئل عن إنه بعض المشايخ بالمملكة العربية السعودية ما بيركزوا في دعوتهم على التوحيد، قال في آخر الجواب ولو كنا في بلد تعبد فيه القبور ويحلف بأصحابها وينذر لهم، وذكر مسائل كثيرة جدا، قال لبدأنا بالتوحيد وركزنا عليه. إذن يا أخواننا ونحن في بلد مليئة بالشرك والخرافة والضلالات وعبادة الشيوخ، عبادة القبور، التعلق بالصالحين والغير صالحين، اعتقاد فيهم النفع والضر وجلب الأرزاق والشفاء من الأمراض وغيرها من الأباطيل والضلالات، نحن بنعيش في بلد زي ده، فوجب على دعاة الإسلام أن يبدأوا بالتوحيد وأن يركزوا عليه. قال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قال سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال سبحانه وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال سبحانه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن
فتكون للشيطان وليا. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هكذا دعوة الأنبياء، توحيد. والواجب في دعوة التوحيد البيان، البيان الواضح. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ما في رسول جاب دعوة غامضة غير مفهومة ما واضحة، ما في رسول جاب دعوة زي دي. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من يخافه بالغيب إن الله قوي عزيز. الرسل جاءوا بالبينات، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. بيان واضح. لذلك قال أهل العلم: بيّن الله تعالى التوحيد في القرآن بيانا واضحا يفهمه أبلد العوام. بيان واضح. فكان من أساليب القرآن في بيان التوحيد، أعني توحيد الألوهية، أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة من الدعاء والحلف والنذر والاستغاثة والاستعانة والرغبة والرهبة والخشية والإنابة. توحيد العبادة كان من أساليب القرآن في توحيد العبادة، أن يقرر توحيد الربوبية الذي اتفق فيه المشركون والمؤمنون. توحيد الربوبية أن الله خالق رازق مالك مدبر، هذه اتفق فيها المسلمون والمشركون، لقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. من أساليب القرآن في تقرير التوحيد، تقرير توحيد الربوبية ليصل به إلى توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، منو؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بعدها قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. توحيد الربوبية المقرر في القرآن ليصل به إلى توحيد العبادة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يعني أنت لما تنظر إلى السماء، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون
والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، يعني لعلك تتعظ وترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ترجع لربك الذي خلق والذي سوى والذي أوجد تبارك وتعالى. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. القرآن يشتمل يا إخواننا على بيان للتوحيد واضح، ولهذا فرق بين دعوة أهل السنة للتوحيد ودعوة الحزبيين والإخوان المسلمين للتوحيد. ده لو دعوا للتوحيد، الفرق الوضوح في تقرير التوحيد، تكون الدعوة واضحة. أيضا من أساليب القرآن في بيان التوحيد أن يذكر العباد بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم. قال تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. شوف النعمة دي عظيمة كيف، أن السماوات والأرض كانتا رتقا جامدتين ففتقناهما، ربنا فتحهم، وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. وجعلنا السماء وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا. الرواسي الجبال، ربنا يجعل في الأرض جبال، لأن الأرض ربنا لما خلق من غير جبال اهتزت اضطربت، ربنا ثبت بالجبال. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. قال والجبال أوتادا، تثبت الأرض. قال وجعلنا فيها رواسي وجعلنا فيها فجاجا، طرق بين الجبال، سبلا لعلكم تهتدون، وعلامات علامات وبالنجم هم يهتدون. ها ده كله سوى والله سبحانه وتعالى. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فوق سقف شكله كالقبة أو مقبب كما قال ابن تيمية. فلك، والأفلاك دائما شكلها محدب مقبب. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي جعل الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ربنا سبحانه وتعالى يذكر العباد بنعمه
الله الذي جعل لكم من بيوتكم سكنا. انت بيت يأويك يحميك ويحرسك ويسترك ويستر عيالك ويستر عرضك. جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام، جلود البهائم، من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا كهوف تعيش فيها، وجعل لكم سرابيلا هدوم تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. كل ده سوى والله. بعد ربنا يقول لك فمن يخلق كمن لا يخلق. طيب تسوي لك واحد مع الله تعبده مع الله، وسوى شنو مع الله سبحانه وتعالى؟ ماذا خلق؟ قال سبحانه وتعالى قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وما يستوي البحران دي خلقهم الله الاثنين، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. بحرين الاثنين ماشات في محلة واحدة، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا موية بيناتهم وحجرا محجورا. بحرين ماشات مع بعض، ربنا قال لك هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون، من ده ولا ده؟ العذب ولا المالح؟ ومن كل تأكلون لحما طريا. اللحم الهنا والهنا واحد، مع انه ده عذب وذاك مالح. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار، يدخل الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. السود عنده الملك. طيب تقول لي شيخنا ملك الأرض وشيخنا يتصرف في الكون وشيخنا يفعل ما يشاء، يحيي الموتى ويبري ذوي العاهات وينفع ويضر. ربنا قال لك ذلكم الله ربكم له الملك، هذا هو المالك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يفعل ما إن الله يخلق يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ما يستوي، ما ممكن اللي بيخلق والما بيخلق واحد. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء
وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ما بيستوي، ما بيستوي. عشان كده ما بيستوي اللي بيعبد الله الخلق ورزقه وبيحييه وبيميته من اللي بيعبد له قبر بتاع الراجل مدفون ميت. يعبدون في الأموات من دون الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ منو بيسوي من ذي الحاجة؟ خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أربعة. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر. الناس اللي بيحسبوا لك انه الكلام ده الفساد، واحدين ياخذوا لك للتبرج، واحدين ياخذوا لظلم الحكام، واحدين ياخذوا لشنو، لكن سياق الايات يدل على انه ظهور الفساد في الارض من ضيق المعيشه ومن غيره، ظهور الفساد في الارض بسبب الكلام القبال ده الشرك. ربنا قال سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد بسبب الشرك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ده سبب الفساد، ده سبب الجوع، سبب ضيق المعيشة، سبب الغلاء. كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ولذلك أعود فأقول أحبتي الكرام، القرآن بيّن التوحيد أوضح بيان، وكل دعوة ولا داعية دعوة لا تقوم على البيان والتوضيح يعلم أنه ما عنده علاقة بالقرآن ولا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. توحيد يقوم على الوضوح بطريقة القرآن والسنة. هذه هي دعوتنا التي ندعو إليها ونسأل الله تعالى أن يتقبلها. دي دعوتنا، قائم على النصوص الأدلة، بنناقش الناس بالأدلة، نتكلم عن آلهة المشركين بالأدلة بنصوص الكتاب والسنة، ويكفينا ما في نصوص القرآن والسنة من عبارات. وهذا أنا ما أعنيه بأنه دعوتنا بعيدة عن الغلو وبعيدة عن التفريط. تفريط واضح. الناس الليلة اللي تركوا دعوة التوحيد وبقت عندهم الدعوة عبارة عن مجاملات، يجاملوا في أهل الشرك، يزكوا فيهم، يمدحوهم، يعايشوهم، وتناسوا دعوة التوحيد. الآن صارت مساجد الكثيرين خواء من التوحيد. هم يقول لك نحن بنختلف مع الشباب دين في الأسلوب. لا، طب تختلف معانا في أصل الدعوة. أصل الدعوة أنت ما دار تدعو للتوحيد، أنت دار تجامل، أنت دار تأكل باسم دعوة التوحيد. خليك واضح، تدعو للتوحيد بصراحة بالنصوص، تناقش شبهات المشركين، ترد عليهم، تحذر منهم،
هذا بوضوح، دي دعوة التوحيد. أما هي دعوة قائمة على الغتغيت يغتغتوا ولا لا كلنا واحد والناس بخير وما في مشكلة ولا بد نكون صف واحد، نعم لا بد نكون صف واحد، لكن على أي أساس؟ قال تعالى واعتصموا بحبل الله، نعتصم على القرآن، نعتصم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كويس شي كده يا اخواننا، دعوتنا يا هذي قلنا نحارب الغلو في الدعوة. الغلو له مظاهر، غلو في الأحكام، الأحكام على الناس، وغلو في الألفاظ، وغلو في المعاملة. دي ثلاثة جوانب لو عملت حسابك منها انت بتكون وزنت دعوتك تمام. أما الغلو في الأحكام فأنت كداعية بتحكم على أي قول ربنا جعله شرك تقول شرك، أي قول القرآن والسنة سموه بدعة بدعة، ضلالة ضلالة، فسق فسق، هذا الحكم على الأقوال والحكم على الأفعال والحكم على المعتقدات، تحكم عليها بحكم القرآن والسنة. ربنا قال دعاء غير الله شرك، شرك ما في زول يجي يقول لك لا لا مولانا، بس نحن العبارات دي دارين نعدل فيها شوية كده. في واحد مرة داعية ده وجايبينه بيدرس، قال شباب انصار السنة داعية بدرسهم، قال لهم نحن عبارة شرك وكفر دي قال ما 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 دارين نستخدمها، نستخدم عبارات لينة شوية كده. يا زول الحكم على الأقوال والحكم على المعتقدات والأفعال هذا حسب ما جاء في الكتاب والسنة، ده الحكم كده. طيب أما الحكم على الأشخاص، وانتبه، الحكم على الأشخاص هذا أمر آخر. نحن بنحكم على القول بأنه شرك، لكن لا نحكم على صاحب القول حتى تتوفر شروط وتنتفي موانع. أضرب مثال، نقول قصائد الصوفية قصائد شركية، فيها الاستغاثة بالأولياء، دعاء الأولياء، اعتقاد انهم ينفعوا يضروا يعلموا الغيب يدوا الجنة، هذا شرك ولا مو شرك؟ هذا شرك بالله زي ما ربنا قال. ولكن انتبه، لا نحكم على صاحب القول إلا بعد توفر شروط وانتفاء موانع. يعني ما بقول زي ما قلت في الأول قصائد الصوفية وأشعارهم ومعتقداتهم فيها شرك واضح، لكن ما بقول شنو الصوفية مشركين هكذا على الإطلاق، لا. إذن محاربة مظهر من مظاهر الغلو ألا وهو الغلو في الأحكام. لا نغلو، إنما نتبع ما جاء في الكتاب والسنة. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية الغلو في الألفاظ، الألفاظ المستخدمة إما في الدعوة أو مستخدمة في غير ذلك، في النقاش العادي. يا إخواننا
نحن كسلفيين عندنا ثروة علمية من الألفاظ لا تكاد توجد عند أي ديانة ولا طائفة من الطوائف. عندنا ثروة غنية جدا من الألفاظ اللغوية الشرعية نلتزم بها في دعوتنا. وأما الكم الهائل من ألفاظ الإساءات التي أدخلها ذاك الرجل دجال الفتحاب وجعلها دينا بل وجعلها سمة تميزه ومن معه من الشباب، هذه ألفاظ التصقت بألسنتنا زمانا، ولكن بعد المراجعة وسؤال أهل العلم والنظر في حال المجتمع الذي نخاطبه بهذه الألفاظ تبين لنا أن الأغلب الأعم من هذه الألفاظ غير شرعية، بل لو كانت شرعية لا مصلحة من ورائها إطلاقا. أنت الآن بتخاطب في مجتمع غارغ في الشرك، غارغ في الخرافة، متمسك برجال يعظمهم ويجعلهم له سادات، فالأليق بحالك كداعية أن تستخدم من الألفاظ الكريمة الطيبة التي توصل الدعوة إلى هذا المسكين دون أن تنفره. نحن ما بنقول نجامل في حرف من دعوة الإسلام ولا في شيء من واجبات التوحيد ولا من مكملات التوحيد ولا من ما يتعلق بالرد شبهات المشركين ولا مناقشتهم ولا نقض أشعارهم ولا عقائدهم، ما بنجامل في شيء، لكن نستخدم من الألفاظ ما يجعل دعوتنا مقبولة ولا نجمع على الناس بين شدتين كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لا تجمعوا على الناس شدتين، شدة المنهج لأنه المنهج ده أصله في قوة. ربنا قال: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. توحيد ده حارب راو زول ماسك له في شيخ معتقد فيه حار تفكه منه، لأنه دي سموه عقيدة، الزول بيعقد عليها بيربط عليها، كونك تفك منه العقيدة دي حارة. فلا نجمع له بين شدتين، بين شدة المنهج وقوته وبين شدة أسلوبنا. لذلك قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. العبارة الحسنة، فنجمع بين قوة المنهج وحسن العبارة. لاحظ إبراهيم عليه السلام يقول لأبوه شنو: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لاحظ قوة الحق، قوة كلمة الحق مع شنو؟ مع جمال العبارة. قال: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تاني كرر له قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذه الكلمات من إبراهيم عليه السلام تحمل وضوح في الخطاب، صراحة في الدعوة، بيان واضح، مع ده تحمل ألفاظا لطيفة وعبارات جميلة تليق بمقام الوالد
أربع مرات يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي، عشان يلين قلبه. إذن يا أخواننا، الذي تبين لنا وكان خافيا علينا بسبب ما تشربناه من ذاك الرجل، أن الدعوة تحتاج مع قوة المنهج والصراحة والبيان إلى حسن العبارة وجمال الأسلوب والطرح في الخطاب، الطرح اللائق المحترم وليس فيه مجاملة. كان رسولنا عليه الصلاة والسلام أحسن الناس كلاماً وأحلاهم عبارة. قالت أم معبد رضي الله عنها: إذا تكلم كأنما كلامه خرزات نظمنا، يتحدرنا حلو المنطق مع حلاوة المنطق. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام دعوة التوحيد والمنقذ بعد تقدير الله سبحانه وتعالى للبشرية من ظلام الجهل والخرافة والانحراف. ما جامل في التوحيد، ما جامل أهله ولا عشيرته، بيّن التوحيد بأوضح العبارات وبأنصعها وأجملها، لكن مع جزالة الأسلوب وقوة الحجة. ولذلك أختصر، أنا ما أود الكلام عنه في جانب الغلو، نجتنب أو نبتعد عن الغلو في الأحكام ونبتعد عن الغلو في الألفاظ. ما في يا إخواننا، ببساطة نحن كدعاة لسنا بحاجة إلى شتم المجتمع والإساءة إليه، ما محتاجين، يكفينا ما في القرآن من الوعظ والتحذير والتذكير، كفاية. يعني ليه لما تقرأ لزول الزجر في الآية: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. انت دار عبارة أشد من دي على المشركين؟ هذه أشد العبارات وعظا وتذكيرا وتحذيرا، يكفينا. لكن كون أنا أجي أحشد لي سلة وحصيلة كبيرة جدا من ألفاظ السب والشتائم والإهانة لإنسان جاي يتعلم مني كلمة توحيد، زول جاي يتعلم مني أنا كلمة تنفعه، جاي يتعلم مني عقيدة، جاي يتعلم مني أحكام، أنا أهيل عليه كمية من ألفاظ السب التي ما سمع بها الشعب السوداني ولا الشعوب المجاورة. المصلحة شنو يعني؟ ما في مصلحة أبدا ولو كانت جائزة. ولا أعني بهذا أن تترك الألفاظ الواردة في كتب الجرح والتعديل، لا لا، الألفاظ التي وردت في كتب الجرح والتعديل ووردت في نصوص الكتاب والسنة تستعمل، لكن في مكانها في محلها لمن يستحقها. إن كان زول معاند عاد الإسلام وعاند الدين، ده يستحق من الألفاظ ما يليق به، زي ما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاء عروة بن مسعود الثقفي والنبي صلى الله عليه وسلم حوله من حوله من الصحابة، قال: جمعت حولك أو باش أو كلمة نحوها، قال له: خليق أن يفروا عنك. قال له: الناس اللي حوالينك دارسي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قال له: الناس اللي حوالينك ديل خليق أن يفروا عنك، يتركوك يعني يخلوك. أبو بكر الصديق اتلفت عليه وقال له: نتركه نحن؟ أمصص بظر اللات. يستحق الكلمة دي لأنه استهزأ بالصحابة وعاد الدين. لكن ده يا إخواننا ما محل كلامنا الليلة، هذا ما موضع الكلام. لا أتكلم اليوم عن مبتدع عاد الإسلام ولا عن ملحد من الملاحدة شتم الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو شتم الصحابة أو نحو ذلك. هذا يقال له
ما يليق به من الألفاظ، ده موضوع براو، لكن ما أتكلم عنه اليوم هو طرحنا لدعوة التوحيد للعامة والبسطاء والمساكين من الناس، الناس الذين خدعوا بدعاوى دعاة الضلالة، الذين خدعوا بدعاوى أهل الشرك وتملقوا لهم. ديرك لما دعوهم للشرك تملقوا لهم وحسنوا لهم وزينوا لهم وجابوا لهم في أطباق جميلة ومزركشة ومزينة، عرضوا لهم الشرك فقبلوه لجهلهم بدين الله. فالواجب علينا نحن ننتشل هؤلاء بأجمل الكلام وأحسن العبارات ونعلمنا التوحيد. أما بعد ده كله لو رفضوك ولابد يرفضوك الكثير من الناس، لابد يرفضوك. ما تقول لي والله إحنا اشتغلنا بالشغل الجميل والكلام السمع وبرضو شاكلونا، ما أصلح يشاكلوك. ها ربنا قال بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، مش للأسلوب، أكثرهم للحق كارهون. لكن يا أخوانا لا أكون أنا السبب في بغض الحق، إنما أنا أخليه هو يبغض الحق بعد ما بينت له أنا وما كنت أنا السبب، خليه يبقى هو السبب لنفسه براو، يبقى هو اللي كره الحق مع انه انا عرضته له بالنصوص بالحجج القويه بالاسلوب الجميل، بعد ذاك لو رفضوا له شانه وانا يقيني الكثير بيرفضوه. لكن انا الواجب علي انغز نفسي، انا لما اقول نعرض الحق باسلوب جميل مع انه رجاء انه الناس يستفيدوا ويتعلموا وينتفعوا، لكن مع ذاك اول حاجه انا بعمل الشده لنفسي، انا انقذ به نفسي، ما اجي يوم القيامه واكون انا منفر عن الدين. اذا من فهم هذه الكلمات يا اخوان فهم ما نعنيه بهذا العنوان دعوتنا بين الغلو والتفريط. كده أنا أخوانا أكون لخصت الخيص، لعلي أحتاج لبعض الزيادات الخفيفة له بعد الأذان إن شاء الله تعالى، لكن هذا ملخص لكلمتنا. هذا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد.